خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطهير مناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية. وصول البحارة المصريين العشرين لأرض الوطن بعد تأمين الإفراج عنهم باليمن. مغتربو لبنان يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية من تصويتهم بالانتخابات النيابية، وعون يتفقد سير العملية. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تناول تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. وقد وجه السيد الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. وأشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرا سيادته إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. أكد مجلس النواب دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه. وفي كلمة له قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مرتكبي هذا الحادث الغاشم لن يفلتوا بفعلتهم. فجعنا جميعا بالأمس بنبأ استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. ويؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن، مناهض للحياة، ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم. فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسمهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة. ويعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه. حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء،
ورحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته. تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اتصالين هاتفيين من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، وذلك للتعزية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر بغرب سيناء. خلال اتصالهما أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعزيهما في شهداء الحادث الإرهابي وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الآثم، كما جددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أهمية الوقوف صفا واحدا في وجه قوى الإرهاب والشر وكشف زيف الجماعات الإرهابية. جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بدولة الإمارات. أننا نقف صفا واحدا في وجه كل جماعات التطرف والإرهاب وسفك الدماء، وأن واجب الوقت وعبادة العلماء المتخصصين هي كشف زيف هذه الجماعات وتفنيد ضلالاتهم وأباطيلهم خدمة لديننا وأوطاننا والإنسانية جمعاء. نعت الهيئة الوطنية للانتخابات شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا على يد الإرهاب الآثم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلحقهم بالصديقين والشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. هذا وقد أعربت أسرة الأمم المتحدة في مصر عن تعازيها لأسر شهداء الهجوم الإرهابي بغرب سيناء. جاء ذلك في تدوينة لمكتب الأمم المتحدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أستاذ كريم، بعد التحية، إدانات عربية ودولية تتوالى على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، كيف تقرأ هذه الإدانة الدولية المتلاحقة؟ بالطبع هذه الإدانات الدولية المتلاحقة عربيا ودوليا لهذا الحدث الإرهابي الغاشم تؤكد أن الدولة المصرية ليست وحدها في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم، كما أنها أن جهودها في مواجهة هذا الخطر الداهم بالنسبة للعالم جهودها مقدرة وملحوظة، وأن العالم كله يقف إلى جانب الدولة المصرية في مواجهتها لهذا الخطر الذي يهدد العالم. قلنا قبل ذلك أن مفهوم الإرهاب أو المفهوم المصري الذي طرحته الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب لا يقف فقط عند مواجهة تلك العصابات والشرازم التي ترتكب كالخفافيش أعمالها الإرهابية الغادرة، وإنما يمتد لمواجهة كل من يوفر لهذه العصابات والشرازم الملاذ الآمن والدعم السياسي والدعم اللوجستي والسلاح والمعلومات ويستقبل جرحاهم، كما يستلزم أو تستلزم تلك المواجهة الشاملة نوعا من الاتحاد العالمي في مواجهة التوظيف السياسي للإرهاب. مصر نجحت بمفردها في مواجهة الإرهاب الأسود على مدار سنوات، وحمت أوروبا وحمت المنطقة من امتداد هذه الشرور إلى دول أخرى. والآن لا بد من وقفة عالمية أكثر جدية في مواجهة هذا الخطر الغاشم بتفعيل المفهوم المصري الذي أثبت نجاحه على مدى السنوات الماضية وأثبت صواب رؤيته تجاه هذا الخطر الداهم، لأن هذا الخطر اليوم في مصر ولكنه غدا في أوروبا وآسيا وغيره
من وهو خطر يهدد العالم بأكمله. أستاذ كريم، يعني إذا ذهبنا معك إلى اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كيف تقرأ توجيهات سيادة الرئيس وأيضا الرسالة وراء هذا الاجتماع؟ أولا، مصر على مدار سنوات الأربع الماضية نجحت في تقليل إلى درجة ملحوظة جدا العمليات الإرهابية بفضل الجهود الاستباقية وتضحيات القوات المسلحة وجهاز الشرطة المصرية. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي كالعادة يلتقي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كما يلتقي المجلس الأعلى للشرطة لكي يبحث عن المستجدات في هذا الملف الحيوي. لقد حققنا نجاحات غير مسبوقة على مستوى الردع وعلى مستوى تكثيف المنابع لهذه العصابات وعلى مستوى الضربات الاستباقية. إذن أن تطل هذه العصابات برأسها من جديد، وحتى لو استهدفت نقطة رفع المياه غرب قناة السويس، غرب سيناء، أن تطل برأسها من جديد، فهذا معناه رفع درجة الاستعداد مرة أخرى ومزيد من الجهود للبحث عن ما وراء ومن وراء مثل هذا الحادث. الدولة المصرية لا تترك حقوق الشهداء ولا تترك حقوق مواطنيها. صحيح. وعندما يطل أو تطل عصابات الإرهاب برأسها مرة أخرى فهذا معناه مزيد من الضربات المصرية لهذه العصابات ومن وراءها، ولن نسمح بأن يعود مثل هذا الخطر ليهدد أهلنا في سيناء مرة أخرى. هذه هي الرسالة. صحيح. التي صحيح يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رسالة طمأنة للمواطنين المصريين أننا، وهذه هي الرسالة الأهم التي يجب علينا جميعا أن نصطف وراءها صفا واحدا لمواجهة الإرهاب بشكل مباشر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. وصل البحار المصريون العشرون الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية. كانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية قد ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحار المصريين باليمن وعلى إعادتهم للوطن سالمين. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحار بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي. وخلال اجتماع لاستعراض سبل جذب الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، لفت مدبولي إلى تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني والإعلان عن برنامج للمشاركة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل. كما وجه مدبولي بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط، وكذا مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية. خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف بناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات بالعاصمة لكل محافظة يشمل مختلف الخدمات لتحقيق خطة الدولة في تحسين العمران القائم بما يليق بالمواطن المصري. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض ملفات عمل وزارة المالية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى بدء صرف مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقاتها، والتي بلغت 1,200,000,000 جنيه ل500 شركة. كما تم استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24%. كما تمت زيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص حوالي 80 مليار جنيه للمبادرات الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2,120 عنصرا إجراميا ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن. وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 1,221 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و189 بندقية آلية و40 مسدسا و166 بندقية خرطوش و824 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 237 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3,961 قطعة سلاح ناري بحوزة 3,257 متهماً أبرزها جرينوف ورشاش و504 بندقية و395 بندقية آلية و182 مسدسا و2876 فرد محلي الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و478 خزينة، إضافة ل 4,995 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 41 تشكيلاً عصابياً ضموا 171 متهماً، قاموا بارتكاب 159 حادث، كما تم ضبط 538 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 348 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 539 متهما، كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,343,902 حكماً قضائياً، من بينها 9,341 حكم جناية و714,390 حكم حبس جزئي و121,000 و518 حكما مستأنفا ومليون و171,166 حكم غرامة و327,487 حكم مخالفة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 238 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 86 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 281 قضية، من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن وحوالي 68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. استقبل السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالس، وقد بحث الجانبان التعاون مع المنظمة في ضوء الاستضافة المقبلة لمصر للدورة 27 للمؤتمر، بجانب التأكيد على ارتباط قضايا المياه بموضوعات المناخ في ضوء الاهتمام العالمي بالتكيف مع تداعيات تغير المناخ ومنها ندرة المياه. بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الليبية، كما بحث الجانبان الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز جاهزية تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واتفق الجانبان على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية والإبقاء على التواصل الوثيق بينهما. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن بلاده حريصة على التعاون مع حلف الناتو وكل الجهات التي ساعدته في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك خلال لقائه قائد بعثة الناتو في العراق الفريق مايكل لوزغرد. ومن جهته أوضح قائد بعثة الناتو في العراق أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم تؤثر على عمل البعثة ودعمها لبغداد، مؤكدا أن البعثة مستمرة في تقديم الدعم للعراق. ميدانيا، دمر طيران الجيش العراقي سيارة تقل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى شمالي العراق. وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، حيث حلق تشكيل مسلح من طيران الجيش تجاه السيارة. وأثناء عملية الاستطلاع حاولت عناصر التنظيم الهرب، إلا أن طيران الجيش تمكن من قصفهم وقتلهم جميعا.
من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 3 من قيادات داعش بعملية خاطفة في بغداد. تفقد الرئيس اللبناني ميشيل عون غرفة عمليات متابعة انتخابات المغتربين في مقر وزارة الخارجية اللبنانية بوسط العاصمة بيروت. وخلال الجولة أعرب عون عن أمله في أن تتحسن الأمور في الفترة المقبلة، داعيا اللبنانيين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية. يعطيكم العافية على الشغل اللي أنجزتوه عم تنجزوه هلا، لأنه بالفعل منا قليلة ابدا الاتعاب يلي بتستاهل العمليه هاي. وهيدي ثاني مره، وان شاء الله تتحسن الامور بالايام الجايه او بايام الانتخابات الجايه، وبتكون اسهل من اليوم، لان في امكانيه يكون عند كل واحد من الانتخابات كود، بيسجل الكود تبعه من البيت وبيصوت، بيجي دغري النتيجة هون بدون صناديق وبدون دورة على مين مكان على أي مكان. كانت المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية قد انطلقت في 48 دولة حول العالم، ويحق ل 194,348 مغتربا التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين بالخارج، ويتنافس في الانتخابات التي تتم بنظام القائمة النسبية فقط 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية على 128 مقعدا، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم. هلا لازم الكل ينزل وينتخب ويدلي بصوته. بضرورة ذلك أنا بدعي هلا هون عبرك على الجميع إنه يكون في كثافة بالقراء، ولازم كل واحد يعبر عن رأيه. نحن ضمن إمكانياتنا والوسائل العمل اللي عندنا وصلاحيات المنصوص عنا بالقانون عم نقوم بواجبنا. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في ذكرى يوم النصر بأوروبا، زيلينسكي يبحث سبل دعم بلاده ضد روسيا، ويتحدث عن فوز كييف وحلفائها في النهاية.
أكد قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى أن هجوم روسيا على أوكرانيا هو انتهاك للنظام الدولي، خاصة ميثاق الأمم المتحدة. وفي بيان أعلن قادة مجموعة السبع التزامهم بحظر استيراد النفط الروسي، فضلا عن ضم شركة أسلحة روسية وسبع شركات الشحن وثلاث قنوات تلفزيونية لقائمة العقوبات. هذا وقد أشار قادة دول المجموعة إلى أنهم أكدوا للرئيس الأوكراني استمرار دعم كييف بالمساعدات العسكرية والدفاعية وتوسيع تعاون المجموعة مع أوكرانيا بما في ذلك أمن المعلومات. كما لفت البيان إلى أن المجموعة قدمت دعما تجاوز 24 مليار دولار إلى أوكرانيا. أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي زيارة إلى مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا. أشار خوسنولين إلى بدء استعادة الحياة السلمية في عدد من المناطق من بينها مدينة ماريوبول ومنطقة فولنوفاكا، لافتا إلى ضرورة القيام بالكثير من العمل لاسيما على صعيد تقديم المساعدة الإنسانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الصواريخ الدفاعية الساحلية باستيون قد أطلقت صاروخا من طراز أونيكس عالي الدقة، وذلك من ساحل البحر الأسود باتجاه منشآت عسكرية في أوكرانيا ودمرتها. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن العملية تأتي في إطار العملية الروسية التي تستهدف تدمير البنية التحتية للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي وقت سابق أعلنت الدفاع الروسية تدمير سفينة حربية أوكرانية قرب أوديسا في ضربة صاروخية الليلة الماضية، إلى جانب إسقاط الدفاعات الجوية الروسية قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز سو 24 وطائرة هليكوبتر. هذا وقد أعلنت أوكرانيا إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول برعاية أممية. يأتي ذلك في وقت تأمل فيه المنظمات الإنسانية بفض الاشتباك بين القوات الروسية والمقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في المجمع الصناعي. رسميا لا وجود لمدنيين في مصنع أزوفستال جيب المقاومة الأخير لأوكرانيا بمدينة ماريوبول الخاضعة لسيطرة الروس. نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أكدت أن جميع النساء والأطفال والمسنين تم إجلاؤهم من أزوفستال في عملية تمت على مراحل برعاية أممية، خطوة قد تدفع المنظمات الإنسانية للتمسك بأمل فض الاشتباك وإخراج المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين داخل المصنع، بينما يرى البعض أنها من الممكن أن تتحول لضوء أخضر للقوات الروسية لاجتياح المجمع الصناعي المتحصن به نحو 2000 من المقاتلين الأوكرانيين. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بيل بيرنز حذر من تصعيد محتمل للعمليات العسكرية الروسية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجيز لنفسه أن يخسر في أوكرانيا. في الوقت نفسه نفى بيرنز وجود دليل ملموس على استعداد روسيا لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية. ميدانيا تواصل القوات الروسية ضرباتها في عدة مدن، حيث استهدفت مطارات في أرتسيز قرب الحدود الأوكرانية الرومانية ومعدات عسكرية في أوديسا. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير أنظمة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالقرب من خاركيف. من جانبها أعلنت كييف استعادة أراضي حول خاركيف، مؤكدة قدرتها على إطلاق عمليات هجومية ضد القوات الروسية التي دمرت ثلاثة جسور على الطرق لإبطاء الهجوم المضاد في منطقة خاركيف. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الشر عاد إلى أوكرانيا بشكل مختلف وبشعارات متباينة. جاء هذا في خطاب ألقاه زيلينسكي في يوم النصر الذي تحتفل فيه أوروبا بذكرى استسلام ألمانيا الرسمي للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الحياة التي قاتل الجنود من أجلها في تلك الحرب انتهت في 24 من فبراير عندما اجتاحت القوات الروسية بلاده، وشدد على أن كييف وحلفائها سيفوزون في النهاية.
هذا وقد أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لدعم البرلمان الألماني لكييف في المجالات ذات الأولوية كالمشتريات الدفاعية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال استقبال زيلينسكي لرئيسة البوندستاغ بيريل باس في كييف، حيث تستهدف زيارة المسؤولة الألمانية إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وعقد محادثات سياسية. زار رئيس الوزراء الكندي منطقة إربين الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، والتي دمرتها معارك عنيفة بين الجيشين الأوكراني والروسي. يأتي ذلك فيما أوضح رئيس بلدية إربين ألكسندر ماروكوشين أن زيارة ترودو للمنطقة تستهدف مشاهدة فظائع ارتكبها الجيش الروسي في المنطقة، معربا عن شكره العميق لكندا على مواصلتها دعم أوكرانيا. بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينوكوفيتش في كييف سبل مساندة أوكرانيا ودعمها في ظل مواصلة روسيا عملياتها العسكرية بالأراضي الأوكرانية. في هذا الإطار وخلال مؤتمر صحفي مشترك للجانبين، شدد زيلينسكي على ضرورة زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض المزيد من العقوبات عليها حتى توقف عملياتها العسكرية بأوكرانيا. اليوم وكالمعتاد عقدنا مباحثات بناءة مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش، وكان موضوعنا الرئيسي الأمن والخطوات التي ينبغي اتخاذها في سبيل دعم أوكرانيا خلال الأزمة الحالية في ظل مواصلة روسيا عملياتها العسكرية على أراضينا، فضلاً عن بحث الإجراءات على الأصعدة الدفاعية والاقتصادية، ونؤكد على ضرورة زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض المزيد من العقوبات عليها حتى توقف عملياتها العسكرية بأوكرانيا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة وعودة إلى تطورات الملف الأوكراني، حيث أكد رئيس الوزراء الأوكراني تقدير بلاده البالغ لصمود شعب أوكرانيا، مؤكدا أن الجنود الأوكرانيين يقومون بمهمة الدفاع عن منازلهم وعائلاتهم. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأوكراني، أشار رئيس وزراء كرواتيا إلى دعم بلاده المستمر لأوكرانيا على الأصعدة كافة. لطالما حظي صمود ومقاومة الأمة الأوكرانية بتقدير كبير لدينا. نحترم بشدة بطولة الجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن منازلهم وأسرهم وأراضيهم ووطنهم الأم. وفي هذا الصدد أبدت كرواتيا بشكل مستمر دعم أوكرانيا على الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني والمالي والإنساني والتقني. وينبغي أن نواصل فعل ذلك عن يقين تام بأننا نقوم بذلك كدولة مقتنعة دائما بالوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ. قامت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى أوكرانيا، حيث زارت مدرسة تستخدم كمأوى مؤقت، والتقت بالسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكي. وخلال زيارتها أعلنت جيل بايدن أن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب شعب أوكرانيا، واصفة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بالوحشية. جاء هذا في ثالث أيام رحلة جيل بايدن التي تستغرق 4 أيام إلى رومانيا وسلوفاكيا بهدف إظهار دعم الولايات المتحدة للاجئين. هذا وقد وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى كييف في زيارة ميدانية تهدف لتقييم الوضع الإنساني. قال أدهانوم إن المنظمة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا، مضيفا أنه يستهدف من خلال زيارته بحث إمكانية زيادة دعم منظمة الصحة العالمية لأوكرانيا. اتخذت السلطات الصينية العديد من الإجراءات الصارمة من أجل مواجهة موجات تفشي فيروس كورونا. وتجري السلطات الصينية كشف كورونا على المواطنين بشكل يومي من أجل ضمان عدم انتشار الفيروس.
مواجهة كورونا هدف تسعى السلطات الصينية إلى تحقيقه، خاصة في ظل الموجات المتسارعة لانتشار الفيروس. بكين أطلقت حملة فحوصات موسعة، وهو الأمر الذي تحول إلى روتين يومي للمواطنين في خطوة من شأنها احتواء تفشي الفيروس الذي تصفه السلطات الصينية بشرس. ففي مدينة شنغهاي خضع 63 مليون شخص لفحص كورونا و126 مليونا لفحص سريع الأسبوع الماضي، في خطوة من شأنها المساعدة في رصد وعزل حالات الإصابة في وقت مبكر لتجنب إجراءات إغلاق شاملة وفرض قيود على الحركة. السلطات في بكين أغلقت صالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه، كما حظرت تناول الطعام داخل المطاعم، وأوقفت عشرات من مسارات الحافلات ونحو 15% من خطوط مترو الأنفاق. وتعمل الحكومة الصينية على تحقيق التزامها بالقضاء على فيروس كورونا بدلاً من التعايش معه، وهو الأمر الذي من خلاله تزيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم مع وضع عقوبات مشددة على المخالفين. دعت لندن القوميين والوحدويين إلى الاتحاد لتشكيل حكومة محلية في أيرلندا الشمالية لضمان استقرار المقاطعة البريطانية، وذلك بعدما حقق الحزب القومي شين فين فوزا تاريخيا في الانتخابات. وقد تصدر هذا الحزب شين فين المؤيد لإعادة الاتحاد مع جمهورية أيرلندا الانتخابات بعد أن فاز ب 27 مقعدا من أجل 90%، وذلك في الجمعية الوطنية مقابل 25 مقعدا لمنافسه الحزب الوحدوي الديمقراطي المؤيد للتاج البريطاني. ويهدد الوحدويون بمقاطعة الحكومة المحلية الجديدة التي من المقرر أن يتقاسموا السلطة فيها مع القوميين بموجب اتفاق السلام المبرم في عام 1998 ما لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة ببريكست. أطلق الزعيم اليساري البرازيلي لولا دا سيلفا والبالغ من العمر 76 عاما أطلق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، وبعد 12 عاما على تركه السلطة بمعدل تأييد شعبي غير مسبوق، وذلك بترشيح الرئيس السابق لولاية ثالثة في غياب أي منافس له على قيادة اليسار. تحت شعار إعادة بناء البلاد، يطلق الزعيم اليساري البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر أمام منافسه الرئيس الحالي جاير بولسونارو. دا سيلفا البالغ من العمر 76 عاماً أعرب عن استعداده للعمل ليس من أجل النصر فحسب، ولكن أيضاً من أجل إعادة البناء والتغيير في البرازيل. الزعيم اليساري شدد على ضرورة بناء حركة تزداد اتساعاً من كل الأحزاب والمنظمات والأشخاص ذوي النوايا الحسنة من أجل هزيمة التهديد الشمولي والكراهية والعنف والتمييز حسب وصفه، والذي يثقل كاهل البرازيل. وبعد 12 عاماً على تركه السلطة بمعدل تأييد شعبي غير مسبوق وصل إلى 87%، يترشح النقابي السابق لولاية ثالثة في غياب أي منافس له على قيادة اليسار. وهذه هي المرة السادسة التي يترشح فيها للانتخابات الرئاسية زعيم حزب العمال، الذي يتمتع بقدرة صمود هائلة وبثقل كبير جدا في المشهد السياسي في البرازيل، التي تولى رئاستها لولايتين من عام 2003 إلى عام 2010. وتنطلق الحملة رسميا في 16 من أغسطس، لكن اعتبارا من الأسبوع المقبل سيبدأ لولا بالتجول في أنحاء البلاد كما يفعل الرئيس والمرشح بولسونارو منذ أشهر، بدءا بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.
نظمت مديرية الصحة بمحافظة أسوان قافلة علاجية بقرية القراريش التابعة لمركز ومدينة كومومبو في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم توقيع الكشف على المترددين وصرف العلاج الذي يتوفر منه نحو 130 نوعا بالمجان، كما تم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية وعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي بالمجان. النهارده في قريه القراريش بنستقبل حالات الجراحه وبنشخصها، واي حاله مش محتاجه وصفه علاجيه بنكتبها لها، وبيصرفوا العلاج من الصيدليه مع القافله مجانا، واي حالات محتاجه عمليات جراحيه بنحولها على المستشفيات المحيطه. القوافل الطبيه العلاجيه بتطلقها وزاره الصحه في محافظه اسوان مرتين اسبوعيا، بيتم تنفيذ القافله على مدار 3 ايام. اليوم الاول بيبقى اعداد لتجهيز المكان، واليوم الثاني والثالث توقيع الكشف الطبي على اخواتنا واهلنا وناسنا. فكره القوافل الطبيه العلاجيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات، وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكتب رعاية الشباب التابعة لها، وذلك لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية. هذا ومن المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، حيث يتم الإعداد لجداول الامتحانات تمهيدا لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية. ذكرت وزارة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ نحو 109,000 وصلة منزلية للصرف الصحي في 120 قرية ب 22 محافظة وبتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك من موازنة الوزارة، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 85% من المستهدف تنفيذه في المرحلة الحالية للمشروع. أوضحت الوزارة أن محافظات الصعيد حظيت بأعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحي المنزلية، والتي بلغت أكثر من 57,000 وصلة بنسبة تتجاوز 62% من إجمالي عدد الوصلات المنفذة. عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعا لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، نتابعها مع حكمة عبد الحميد. إليك حكمة. شكرا ريهام، شكرا محمد، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطي الأجنبي بالبلاد قد ارتفع إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل، وكان صافي الاحتياطي الأجنبي قد سجل 37.82 من ألف في مارس الماضي. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع دخول الكراكة طارق بن زياد إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسعة القناة، ذلك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ليصل بذلك إجمالي عدد الكراكات العاملة في المشروع بشقيه إلى 8 كراكات. وخلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة ومتابعته مستجدات أعمال التكريك، أكد الفريق ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يمضي بخطى متسارعة وفق للجدول الزمني المحدد، ذلك في ظل المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للموقف التنفيذي للمشروع.
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع بعد إجازة عيد الفطر، ذلك بارتفاع جماعي للمؤشرات، وصعد رأس المال السوقي بنحو 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات اليوم فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11,047 نقطة، وأغلق مرتفعا بنسبة 56%، وذلك عند مستوى 11,109 نقاط. بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 نحو 1,873 نقطة عند الفتح، وأغلق مرتفعا بنسبة 37% عند مستوى 1,880 نقطة. سجل مؤشر إي جي إكس 100 نحو 2,851 نقطة عند الفتح، ليغلق بذلك مرتفعا بنسبة 9%، مسجلا 2,862 نقطة. نذهب إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اللي يسجل الدولار الأمريكي 18.43 جنيه للشراء و 18.55 جنيه للبيع. سجل اليورو اليوم 20.44 للشراء و 20.57 جنيه للبيع. وصل الاسترليني اليوم إلى 22.73 للشراء و 22.89 للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.1% للشراء و 5.5% للبيع. الريال السعودي وصل اليوم إلى 4.91 للشراء و 4.94 للبيع للشراء. شهد الجنيه الاسترليني تراجعات قوية خلال الأيام الماضية على إثر تصريحات محافظ بنك إنجلترا التي أشارت إلى أن التضخم قد يصل إلى 10% خلال 2022، وبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا أعلى مستوى له في 30 عاما، وذلك عند 7% في مارس، حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع. وتبعا لذلك فقد رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في أول وتيرة من نوعها منذ عام 1997. أكدت مجلة دير شبيغل الألمانية أن أسعار الغذاء والوقود آخذة في الارتفاع، مشيرة إلى أن الأزمة الاجتماعية تقترب من الذروة، ذلك مع تضرر الفئات ذات الدخل المنخفض بشدة. وزادت تكلفة الطاقة المستوردة في ألمانيا في فبراير بنسبة 129.5% عن نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الطاقة المنتجة في ألمانيا بنسبة 68% وفقا للمكتب الفيدرالي للإحصاء. ودفعت تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات الروسية الحكومة الألمانية إلى رفع توقعاتها للتضخم للعام الجاري إلى 6.1% مقابل 3.3% كانت متوقعة في يناير. قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني تشين يولو إن الصين تستخدم السياسة النقدية لدعم الاقتصاد وسط تزايد حالة عدم اليقين، مضيفا أن البلاد قادرة على التعامل مع تأثير تحركات تجديد الاقتصادات الكبرى الأخرى. وأضاف المسؤول الصيني أن الأوضاع المحلية والدولية معقدة وتبدو سلبية، لافتا إلى أن بلاده قد خفضت أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل لتخفيف الضغط الهبوطي على الاقتصاد الحقيقي. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة، وعودة مرة أخرى إلى ريهام ومحمد، إليكما. شكرا حكمة. بفقرتنا الاقتصادية وبقى من الأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا لختام السادسة، بقي تذكير بأبرز عناوينها. خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس السيسي يوجه باستكمال تطهير مناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية. وصول البحارة المصريين العشرين لأرض الوطن بعد تأمين الإفراج عنهم باليمن. مغتربو لبنان يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية من تصويتهم بالانتخابات النيابية، وعون يتفقد سير العملية.
وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء.